رسميا الجزائر تنسحب من تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2022. نعم إخواني، كما شاهدتم في عنوان الفيديو، الجزائر ستنسحب من تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين جويليا 2022، وهذا سيكون مع نهاية السنة الحالية، حيث سيتم إعلان الانسحاب بصفة رسمية. ويعود هذا لعدم جاهزية المنشأة الرياضية لهذا الحدث، حيث تم اختيار 4 مدن وملاعب لتنظيم نسخة 2021 والتي أجلت لسنة 2022 بسبب جائحة كورونا، ولكن معظم الملاعب التي كانت ستحتضن البطولة غير جاهزة ولن تكون جاهزة لهذا الحدث، وسنقدم لكم بالتفاصيل حالة كل ملعب. نبدأ من مدينة وهران، تم اختيار ملعب أحمد زبالة لاحتضان مباريات البطولة، إلا أن الملعب ليومنا هذا لم تنطلق فيه عملية الترميم الكبيرة، خاصة من ناحية تركيب الكراسي وأرضية الميدان التي يجب أن تكون عشب طبيعي وهي ما زالت حاليا اصطناعية، إضافة إلى عديد التحسينات التي يتطلبها الملعب ونحن مع نهاية السنة ولا حياة لمن تنادي. مدينة قسنطينة، والتي تم اختيار ملعبها الشهيد حملاوي والذي ما زالت الأشغال فيه متواصلة إلى يومنا هذا، ولكن بوتيرة بطيئة جدا، ومن غير الممكن أن يتم إنهاء الملعب بالمواصفات التي طالبت بها الكاف، هذا ما يجعل الملعب خارج حسابات التنظيم. مدينة عنابة، وبملعبها الكبير والذي كان من المفروض أن يخضع لعملية ترميم كبرى لم تنطلق إلى يومنا هذا، فكيف يمكن أن يتم تجهيز الملعب قبل منتصف سنة 2022 وهو لم يعرف أي عملية ترميم، ومدة 8 أشهر غير كافية لتحضير الملعب لاحتضان منافسة قارية كبرى. إذن يمكن القول أن جل الملاعب غير جاهزة، فقط ما هو حاضر حاليا هو ملعب البليدة، ولكن هذا الملعب غير مدرج في برنامج الكاف لاحتضان البطولة. أما ملعب 5 جويليا فسيكون جاهز ولكن غير كافي لاحتضان منافسة بحجم كأس إفريقيا للاعبين المحليين. من هنا نستنتج أن الدولة الجزائرية غير مستعدة لتنظيم هذه النسخة، وسيتم الإعلان عن الانسحاب قبل نهاية السنة الحالية. هذا ما أردنا تقديمه لكم في هذا الفيديو عن الانسحاب المتوقع للجزائر من تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين نسخة 2022. في الأخير إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.